بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الجزء الخاص بالفورورد كينيماتيكس. زي ما اتفقنا قبل كده قلنا إن في مسألتين مهمين جدا هنتكلم عنهم في الفورورد في الكينيماتيكس بتاعة المانيبيليتورز. المسألة الأولانية هي مسألة الفورورد كينيماتيكس، والمسألة التانية مسألة الإنفرس. في الفورورد كينيماتيكس إحنا هنفترض إن إحنا بنعرف الجوينت فاريبلز اللي هي الـ الانجلز او linear positions بتاعت الجوينتس، وبعدين بيبقى عايزين نحسب position orientation بتاع الاند افكتور. فدي المسألة بتاعت الفورورد كينيماتكس. هنشوف هنعمل الحكاية دي ازاي. في الاول دي بعض الاسامبشنز والترمينولوجي اللي احنا نستخدمها عشان نبقى عارفين الحاجات دي لما ايه نذكرها اثناء الكلام. اول حاجة ان احنا بنتكلم على السيريال مانيبيليتورز، مش بنتكلم على البارل مانيبيليتورز ولا بنتكلم على الموبايل روبوتس في هذه المحاضرة. الحاجة التانية ان الجوينتس بالنسبة لنا ممكن تبقى ريفوليوت او بريزماتيك، ممكن تبقى كومبليكيتد جوينت، وفي الحالة دي هنمثلها بكومباينيشن من الجوينتس البسيطة دي. الروبوت مانيبيليتور هيتكون من ان جوينتس، يعني عدد الجوينتس ان، وده معناه ان احنا عندنا عدد اللينكس بتاعتهم ان بلس 1 عشان احنا بنضيف ليهم الفيكسد لينك. الجوينتس هنرقمها من 1 لحد ان، بينما اللينكس هنرقمها من 0 لحد ان. يبقى اللينك هنرقمها من لينك 0 لينك 1 لينك 2 لحد لينك ان، انما الجوينتس هتترقم من جوينت 1 جوينت 2 جوينت 3 لحد جوينت ان. جوينت اي اي ما كانت اي دي، جوينت 2 3 5 اي ما كانت دي، كده بتربط ما بين مين؟ بتربط ما بين لينك اي ماينس 1 ولينك اي. يبقى جوينت 2 مثلا على سبيل المثال بتربط بين مين؟ بين لينك 1 ولينك 2. جوينت 5 بتربط ما بين لينك 4 ولينك 5. اللوكيشن بتاع ال جوينت اي ثابت بالنسبه للينك اي ماينس 1، يعني جوينت رقم 3 مكانها ثابت بالنسبه للينك 2. ممكن تبقى في اول لينك في اخر لينك على حسب روبوت مانيبيليتور وحسب التوصيف اللي احنا هنعمله. لما احنا نيجي نحرك جوينت اي، ده معناها ان لينك اي هو اللي هيتحرك. يبقى لينك 2 معناها ان احنا بنحرك لينك 2. لما جوينت 4 اشتغل يبقى معناها ان احنا لينك 4 هو اللي هيشتغل. عشان كده بالنسبه لنا لينك 0 ده الفيكسد لينك، لان ده ايه؟ ده ما بيتحركش. الجوينت فاريبل بالنسبه لنا هنسميه، هنديله الرمز كيو اي عشان يبقى حاجه جنرال. وكيو اي دي ممكن تبقى ثيتا او دي، يعني ممكن تبقى حركه دورانيه او حركه خطيه على حسب نوع الجوينت اذا كانت ريفوليوت او بريزماتيك. هنعمل ايه؟ ان احنا في كل لينك هنعمل اتاتشنج لكوردينيت فريم لينك اي، فهيبقى عندنا فريم اي متثبت على لينك اي. لما جوينت اي يحصل لها اكشويتنج، يعني نشغل جوينت اي، زي ما اتفقنا معناها ان لينك اي هو هيتحرك ومعاه الفريم اللي احنا مثبتينه على اللينك على هذا اللينك. الفريم 0 اللي هو الاحداثيات الفيكسد كوردينيتس دي طبعا متثبته في القاعده، وهنسميها الانيرشيا فريم او الفيكسد فريم، ودي ما بتتحركش لان مفيش جوينت بيتحرك. ده يبقى الشكل اللي احنا عايزين نوصل له في النهايه. هيبقى عندنا روبوت مانيبيليتور هنمثله بالشكل السكيماتيك اللي احنا قدامنا ده. هنبتدي نحط كوردينيت فريمز بقواعد معينه، وبعدين هنبتدي نطلع مجموعة من البارامترز، ومنها هنبتدي نستنتج الفورورد كينيماتكس. برضو من ضمن البيزك اسامبشنز والترمينولوجي اللي هنستخدمها ان احنا ايه؟ ان احنا هنفترض ان عندنا هوموجينوس ترانسفورميشن ماتريكس، هنسميها اي اي مثلا على سبيل المثال. الهوموجينوس ترانسفورميشن ماتريكس دي اي اي بتوصف لي البوزيشن والاورينتيشن بتاع الفريم اي بالنسبه للفريم اي ماينس 1. يعني مثلا اي 3 دي بتوصف لي البوزيشن والاورينتيشن بتاعت فريم 3 بالنسبه لفريم 2 بالنسبه للفريم اللي قبله. الهوموجينوس ترانسفورميشن ماتريكس دي بتتغير على حسب مع تغير الكونفيجريشن بتاع الروبوت مانيبيليتور، او بمعنى اخر ان الهوموجينوس ترانسفورميشن ماتريكس دي فانكشن اي اي فانكشن في كيو اي اللي هو الجوينت فاريبل. يعني A3 القيم اللي جوه الماتريكس اللي هي A3 دي فانكشن في Q3 اللي هي ممكن تبقى في 3 او دي 3. فده معناها ان القيم اللي جواها بتتغير فقط بيزد على
الجوينت فاريبل اي بتاع ال بتاع الفريم اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. دي بس الترمينولوجي عشان بعد كده لما نيجي نتكلم عنها نبقى احنا فاهمين الكلام ده معناه ايه. بعد كده الهوموجينس ترانسفورميشن ماتريكس اللي بتوصف لي بوزيشن اورينتيشن بتاع فريم جي بالنسبه لفريم اي، يبقى دول ممكن يبقوا بعيد عن بعض، يعني مثلا فريم 5 بالنسبه لفريم 2. بجيبها ازاي؟ بحسبها من ماتريكس اللي هي تي جي اي. تي جي اي دي بتساوي ايه بقى؟ اي اي بلس 1 بالنسبه لاي اي مضروبه في اي اي بلس 2 بالنسبه لاي اي ماينس 1 اند سو اون لحد ما نوصل لاي جي. ده في حاله لو كانت اي ماينس جي، اي اقل من جي. يعني مثلا انا بحسب تي 5 بالنسبه ل 3، فهنا 5 فهنا اي اقل من جي، 3 اقل من 5، يبقى ده هنطبق عليها. يبقى ده هنحسبها ازاي؟ احنا قلنا 5 بالنسبه ل 3 يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اي 4 3 في اي 5 4. كده هنوصل لمين؟ هنوصل لتي 5 3. خلاص، لو كانت اي بتساوي جي يبقى دي الايدنتي ماتريكس. الايدنتي ماتريكس يعني انا بوصف الفريم بالنسبه لنفسه، يعني زي ان انا اقول مثلا تي 5 بالنسبه ل 5، يعني بوصف فريم 5 بالنسبه لنفسه، فده طبعا هيديني ايه؟ هيديني الايدنتي ماتريكس. طيب لو كانت جي اكبر من اي، لو كانت اي اكبر من جي، يعني قلت ايه تي 2 5 فهنا اي اكبر. دي عباره عن ايه؟ عباره عن الانفرس بتاع تي اي جي. تي اي جي فالتي جي اي دي الجنرال ماتريكس دي هنسميها ترانسفورميشن ماتريكس، ودي اللي بتوصف لي اي فريم جي بالنسبه لفريم اي. الفكره ايه؟ الفكره ان انا عندي هنطلع القصه دي ازاي. الفكره ان عندي لو عندي تو كوردينيت سيستم واخدين اي وضع بالنسبه لبعض، واخدين اي وضع بالنسبه لبعض، مثلا في الشكل اللي احنا قدامنا ده، فانا عندي فريم سيستم ان ماينس 1، ادي اكس ان ماينس 1، وادي واي ان ماينس 1، وادي زد ان ماينس 1، وعندي فريم سيستم تاني اللي هو اكس ان واي ان زد ان. فالفكره ان انا بقدر امثل البوزيشن اورينتيشن بتاع اي فريم بالنسبه لفريم اخر عن طريق حاصل ضرب اربعه بيزك روتيشن بيزك ترانسفورميشنز. الاربعه بيزك ترانسفورميشنز عباره عن روتيشن حول محور زد بزاويه سيتا، وبعدين ترانسليشن في اتجاه محور زد مسافه مقدارها دي، وبعدين ترانسليشن في اتجاه محور اكس مسافه مقدارها اي، وبعدين روتيشن حول محور اكس بزاويه مقدارها الفا. تعال بص الكلام ده ازاي. انا عندي ادي الفريم اللي هنا اهو ان ماينس 1، وده عندي الفريم اللي هو هنا فريم ان. فكاني بقول ايه؟ ان انا عشان اوصل من الوضع ده للوضع ده ممكن اعمله باربعه بيزك ترانسفورميشن. الاربعه بيزك ترانسفورميشن هما ايه؟ يعني كاني عملت دوران حوالين محور زد ده، عملت دوران بمقدار زاويه سيتا، وبعدين اتحركت، وبعدين اتحركت مسافه دي في اتجاه محور زد، فجيت هنا عند النقطه دي، وبعدين عملت ترانسفورميشن في اتجاه محور اكس لحد ما وصلت على النقطه عند النقطه دي، وبعدين رحت عملت روتيشن حول محور اكس لحد ما وصلت عند الوضع الجديد ده. يبقى اذا الفكره هنا ان احنا ازاي نقدر نخلي توصيف اي فريم سيستم بالنسبه للفريم اللي قبله يجي بالاربع حركات دول. طبعا الكلام ده عشان يحصل هيبقى في عندنا بعض الشروط او بعض القيود في الفريم سيستمز اللي احنا هنحطها عشان نقدر نقول الجمله دي، فده هتخلينا هتحكمنا ببعض المواصفات المعينه اللي هنحطها اللي هناخدها في الاعتبار لما نيجي نحط الفريم سيستمز. المهم ان دي الفكره، ان هي دي الفكره، ان انا اي فريم بوصفه بالنسبه للفريم اللي قبله باربعه بيزك ترانسفورميشن اللي احنا مكتوبين قدامنا دول. طيب احنا طبعا مش هنقعد كل مره او كل فريم بالنسبه للفريم اللي قبله نجيب الاربعه ترانسفورميشنز دول ونضربهم في بعض، انما احنا هنعمل حاجه تانية. هنعمل ايه؟ هنطلع حاجه اسمها دي اتش بارامترز، او اللي هم اختصار كلمه دينافيت هارتنبرج كونفنشن. هنطلع البارامترز دي ونعوض في الماتريكس النهائيه اللي هي بتمثل حاصل ضرب الاربعه ماتريسيز دول في بعض، وكده هيطلع لي مباشره توصيف الفريم سيستم بالنسبه للفريم اللي قبله. الأربع بارامترز دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن إي أي دي اللي هي اللينك لينث، ألفا أي دي اللي هي اللينك تويست، بعد كده دي أي دي اللي هي اللينك أوفسيت،
وبعدين ثيتا اي دي عبارة عن الجوينت انجل. طيب دي اسمائهم، لكن نجيب البارامترز دي ازاي؟ انا طبعا الكلام ده كله احنا بننسب فريم بالنسبة لفريم تاني، فريم بالنسبة لفريم. اي اي دي عبارة عن ايه؟ المسافة من زد اي ماينس 1 لزد اي في اتجاه اكس اي. تاني يبقى اي اي دي عبارة عن المسافة من زد اي ماينس 1 لزد اي في اتجاه اكس اي. يعني لو خدنا مثال، لو قلنا اي واحد هنطبق هنا، يبقى اي واحد عبارة عن ايه؟ المسافة من زد اي ماينس 1 يبقى من زد 0 لزد 1 في اتجاه اكس 1. يبقى مهم جدا ان احنا نعرف المسافة دي في انهي اتجاه، في انهي اتجاه. لان ممكن نفس التو فريمز دول ممكن يبقى في بينهم مسافة في اتجاه معين، لكن مفيش بينهم مسافة في الاتجاه التاني. فمهم جدا ان احنا نبقى دايما واخدين بالنا وعارفين ان احنا بناخد المسافة دي في انهي اتجاه. يبقى اي اي المسافة من زد اي ماينس 1 لزد اي في اتجاه اكس اي. طيب الفا اي اللي هي لينك تويست عبارة عن ايه؟ الزاوية من زد اي ماينس 1 لزد اي حوالين اكس اي، حوالين محور اكس اي. يبقى مثلا لو خدنا على ان احنا بنحسب الفا 2، يبقى الفا 2 تطبق القاعدة، يبقى ده عبارة عن الزاوية من زد 1 لزد 2. طيب حوالين مين؟ الزاوية دي انا باخدها حوالين مين؟ حوالين محور اكس 2. يبقى هنا الاي دي هي نفس الاي دي، يبقى طالما بقول الفا 2 يبقى دي اكس 2 ودي زد 1 ودي زد 2. تمام؟ طيب دي اي اللي هي اللينك اوفست دي بجيبها ازاي؟ عبارة عن المسافة من الاوريجين اللي هو او اي ماينس 1 وتقاطع زد اي ماينس 1 مع اكس اي في اتجاه زد اي ماينس 1. معلش واحدة واحدة من غير ما نتلخبط تاني. يبقى دي اي اللي هو اللينك اوفست عبارة عن ايه؟ المسافة من او اي ماينس 1 يبقى الاوريجين اللي قبله. خلاص كده؟ الاوريجين اللي قبله. يبقى انا مثلا لو بتكلم على دي 2 يبقى بشوف او 1، او 1 اللي هو الاوريجين بتاع الفريم اللي قبله. والانترسكشن بتاع زد اي ماينس 1 واكس اي، زد اي ماينس 1 واكس اي، يعني بشوف محور. انا هنا بحسب مثلا دي 2 يبقى تقاطع زد 1 مع اكس 2 اشوفهم دول متقاطعين فين، زد 1 واكس 2، واجيب المسافه من نقطه التقاطع دي للاوريجين اللي هو اللي قبلها، اللي هو مثلا او 1 في حالتنا المثال اللي احنا بنتكلم عنه. يبقى المسافه من نقطه التقاطع اللي احنا قلنا عليها دي ل او 1 في اتجاه زد اي ماينس 1 يبقى في اتجاه محور زد القديم، يعني دي 2 يبقى دي في اتجاه زد 1. المسافه دي عباره عن ايه؟ عباره عن اللينك اوفست. معلش ممكن الامور تبقى فيها لبس دلوقتي، لكن بالامثله هنلاقي ان الامور بسيطه جدا وسهله جدا وهنتعود على الكونفنشن. اخر بارامتر هنطلعه اللي هو البارامتر الرابع اللي هو ايه؟ الجوينت انجل. يبقى ده عباره عن ايه؟ الزاويه من اكس اي ماينس 1 لاكس اي حوالين زد اي ماينس 1. يبقى انا مثلا لو بحسب سيتا 2 يبقى دي الزاويه من فين لفين؟ سيتا 2 يبقى الزاويه من اكس 1 لاكس 2 حوالين زد 1، حوالين زد 1. احنا هنا عندي الاربعه بارامترز دول هم اللي اسمهم ايه؟ الدي اتش بارامترز. الاربعه دول ثلاثه منهم كونستنت وواحد بس هو المتغير. المتغير الوحيد عندنا هنا هو الجوينت فاريبل اللي هو ثيتا اي هنا او الدي اي. يعني واحد من دول هو متغير على حسب الجوينت عندي بريزماتيك ولا ريفوليوت. لو الجوينت عندي ريفوليوت هلاقي ان ده هو المتغير، يعني هو ده اللي بيتغير مع اللي بعوض فيه بقيم مختلفه حسب الزمن. لكن لو الجوينت عندي بريزماتيك بلاقي ان الجوينت فاريبل عندي هو مين؟ بيظهر لي في الدي اي. طيب زي ما احنا قلنا ان الفكره ان احنا بنمثل البوزيشن اورينتيشن بتاع اي فريم بالنسبه لفريم اخر بالاربعه بيزك ترانسفورميشنز دول. الاربعه بيزك ترانسفورميشنز دول لو احنا جينا عوضنا بالبيزك ترانسفورميشنز اللي احنا خدناها قبل كده هنلاقي دي الماتريكس اللي هي الاولانيه دي بتمثل روتيشن حول محور زد بزاويه سيتا، وهنا ترانسليشن في اتجاه محور زد بمسافه دي، ترانسليشن في اتجاه محور اكس مسافه الفا مسافه اي، واي روتيشن حول محور اكس بزاويه الفا. لما نضرب الاربعه دول في بعض هيديني الماتريكس النهائيه دي، دي الماتريكس النهائيه، يبقى دي الماتريكس الجنرال ماتريكس. فانا هعمل ايه؟ احنا مش كل مره هنجيب الاربعه ماتريسيز دول ونضربهم في بعض، لا انا خلاص وانس ان انا وصلنا للصوره النهائيه دي، لان ده حصل الضرب هيفضل هو هو كل مره، اللي هتغير عندي بس الحاجات اللي من جوه دي. فاحنا عن طريق كل مره اللي هنعمله ان احنا نطلع الدي اتش بارامترز دول ونعوض بيهم مباشره هنا اهو، فده كده يوصف لي يديني الترانسفورميشن ماتريكس اللي بتوصف لي احداثيات اي بالنسبه لاحداثيات ايه
اللي اي ماينس 1 اللي هي الاحتياجات اللي قبليها. يبقى احنا دلوقتي مهمتنا ايه؟ مهمتنا ان انا عندي روبوت مانيبيوليتورز، مانيبيوليتور فيه ان جوينتس وان بلس 1 لينكس. المطلوب ايه؟ مطلوب ان احنا نحط كوردينيت فريمز عند كل جوينت، وبعدين نطلع دي اتش بارامترز اللي بتوصف لي كل فريم بالنسبه للفريم اللي قبله، وبعدين في الاخر خالص اخر حاجه مطلوبه في التاسك ان احنا نوصف البوزيشن اورينتيشن بتاع الاند فيكتور بالنسبه للاحداثيات زيرو. طيب تعال ناخد مثال. احنا هنا هنفترض الاحداثيات محطوطه جاهزه، مش هنتكلم دلوقتي الاحداثيات هنحطها ازاي، بس هناخد مثال ازاي نطلع الاربعه بارامترز بتوع الدي اتش كونفنشن. فمثلا انا عندي هنا البلانر روبوت ده، يبقى ده 2 ديجريز اوف فريدم بيتحرك في المستوى. فانا عندي ادي الجوينت فاريبل الاولاني سيتا 1، والجوينت فاريبل الثاني سيتا 2. الفريمز اهو زي ما اتفقنا خلاص دول محطوطين جاهزين، مش هنتكلم دلوقتي هم اتحطوا ازاي، هنتكلم في الجزء اللي بعد كده. فدي الاحداثيات زيرو ايه زي ما انت شايف قدامك، ادي اكس زيرو وادي واي زيرو اهو، ومحور زد زيرو ده اللي هو العمودي على الصفحه. وبعدين هنا نفس الكلام، ادي احتسيات واحد، ادي اكس واحد وادي واي واحد، ومحور زد واحد هو العمودي على الصفحه. وبعدين دي احتسيات اتنين، ادي اكس اتنين وادي واي اتنين، وبعدين زد اتنين هو العمودي على الصفحه. فاحنا عايزين نطلع البارامترز اللي احنا قلنا عليهم الاربعه بارامترز دول بالنسبه للينك واحد ولينك اتنين. فنيجي نعمل تيبل بالشكل اللي قدامنا ده، ادي هنا اي اي الفا اي دي اي ثيتا اي. نيجي لينك واحد، لينك واحد نطبق كده مع بعض. اي اي اه بص هنا على القاعده اي اي، يبقى هنا اي واحد، اي واحد يبقى اي واحد عباره عن ايه؟ المسافه من زد زيرو لزد واحد في اتجاه اكس واحد. فين زد زيرو؟ ادي زد زيرو. فين زد واحد؟ ادي زد واحد. وفين اكس واحد اللي انا باخد المسافه في اتجاهه؟ اهو ده. يبقى المسافه من هنا لهنا في اتجاه اكس واحد، وانا عندي اكس واحد ده في اتجاه اللينك اللي هو واحد، يبقى المسافه من هنا لهنا كانها عباره عن ايه بالظبط؟ عبارة عن طول اللينك A1، عشان كده حطينا المسافة اللي هي مين؟ اللي هي A1. طيب ناخد A اللي بعدها بالمرة، احنا نخلصهم عمود عمود أسهل. يبقى A2 المسافة من إيه؟ من زد واحد لزد اتنين في اتجاه إكس اتنين. أدي زد واحد هنا، وأدي زد اتنين هنا، وأدي إكس اتنين أهو اللي هو الاتجاه ده، اللي هو في اتجاه طول اللينك. يبقى المسافة من النقطة دي للنقطة دي في الاتجاه ده، فده يديني طول اللينك التاني اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن اي 2. طيب نيجي للبارامتر التاني اللي هو الفا اي. هنطلع الفا اي للينك واحد ولينك اتنين. فنيجي نطلع اول حاجة الفا واحد. الفا واحد عبارة عن ايه؟ الزاوية من زد زيرو لزد واحد حوالين اكس واحد. من زد زيرو لزد واحد حوالين اكس واحد. ادي زد زيرو وادي زد واحد هنا اللي هو عمود على الصفحة، واكس واحد اللي هو ده، اكس واحد اللي هو ده. طيب يا ترى انا اخلي صباع ايدي اليمين مع اكس واحد وصوابعي تديني اتجاه الدوران الموجب. طيب انا من زد زيرو لزد واحد هلف زاويه قد ايه حوالين اكس واحد؟ هلف زاويه صفر. ليه؟ لان زد زيرو عمود على الصفحه وزد واحد عمودي على الصفحه، وبالتالي هما الاثنين متوازيين فالزاويه بينهم صفر، عشان كده هنا الفا واحد بصفر. تعال نطبق نطلع الفا اتنين. الفا اتنين دي عباره عن الزاويه من زد واحد لزد اتنين حوالين اكس اتنين. ادي زد واحد وادي زد اتنين اللي هو عمود على الصفحة، وادي اكس اتنين. يبقى اخلي صباعي بتاع ايدي اليمين مع اكس اتنين وصابع ايدي تاني اتجاه الدوران الموجب. هشوف انا هلف زاوية قد ايه عشان اتحرك من زد واحد لزد اتنين والدوران ده حوالين اكس اتنين. هلف قد ايه حوالين اكس اتنين عشان اتحرك من زد واحد لزد اتنين؟ برضه هلاقي ان الزاوية صفر، لان هما الاتنين ايه؟ متوازيين. طيب نيجي للبارامتر الثالث اللي هو دي اي. دي اي فنيجي اول حاجه مع لينك واحد، يبقى نحسب دي واحد. نمشي مع الديفينيشن اهو. دي واحد عباره عن ايه؟ المسافه من او اي ماينس 1، يبقى المسافه من الاوريجين بتاع احداثيات زيرو للانترسكشن بتاع زد زيرو مع اكس واحد. طيب تعال نشوف الانترسكشن ده الاول. فين زد زيرو؟ اهو العمود على الصفحه. وفين اكس واحد؟ اكس واحد اهو. التقاطع من زد زيرو يعني زد زيرو واكس واحد متقاطعين مع بعض فين؟ يعني ادي اكس واحد اهو وادي زد زيرو، هيتقاطعوا مع بعض فين دول؟ هيتقاطعوا مع بعض عند النقطة دي، عند النقطة دي. يبقى المسافة من النقطة دي
ليه الاوريجين بتاع احداثيه زيرو اللي هو نفس النقطه دي في اتجاه مين؟ في اتجاه اهو، بص هنا احنا بنحسب دي واحد، يبقى في اتجاه زد زيرو، يعني المسافه من النقطه دي لنفس النقطه في اتجاه زد زيرو، المسافه دي بقد ايه؟ المسافه دي بصفر، دي احنا بناخد في الاتجاه العمودي على السبوره. طيب نيجي نحسب دي اتنين، دي اتنين نمشي مع الديفينيشن، المسافه من الاوريجين اللي قبلها اللي هو او واحد، او واحد فين اهو، يبقى المسافه من او واحد لحد مين؟ الانترسكشن بتاع احنا بنحسب دي اتنين، يبقى ده زد واحد لاكس، تقاطع زد واحد مع اكس اتنين، فين زد واحد اهو، ادي زد واحد، وفين اكس اتنين، اكس اتنين اهو. طيب يبقى زد واحد المعمود على السبوره هيتقطع مع اكس اتنين، فين هيتقطع عن اكس اتنين، عندي نفس النقطه دي، يبقى المسافه بين النقطتين دول في الاتجاه العمودي على الصفحه، يبقى ده اتجاه زد واحد، المسافة دي بقد ايه؟ المسافة دي بصفر، فعشان كده طلعت لي المسافة دي بصفر والمسافة التانية بصفر. طب نيجي نحسب سيتا، نيجي نحسب أول حاجة سيتا واحد، يبقى سيتا واحد هنطبق الديفينيشن، الزاوية من اكس زيرو لاكس واحد حوالين زد زيرو، أخلي صباعي مع زد زيرو اللي معمول على الصفحة، وهنا يبقى المسافة من اكس زيرو، أدي اكس زيرو أهو، لاكس واحد، فين اكس واحد؟ أه اكس واحد اللي هو مع طول اللينك، يبقى المسافة من اكس زيرو لاكس واحد حوالين زد زيرو هيديني الزاوية دي اللي هي ايه؟ سيتا واحد، عشان كده اتحطت هنا سيتا واحد. طب نيجي اللينك اتنين، لما نحسب سيتا اتنين، سيتا اتنين عبارة عن ايه؟ عبارة عن الزاوية من اكس واحد لاكس اتنين حوالين زد واحد، فين زد واحد؟ اه اللي هو العمود على الصفحة، يبقى الزاوية من اكس واحد لاكس اتنين، ادي اكس واحد اللي هو ده، وادي اكس اتنين اللي هو ده، يبقى الزاوية بينهم اهي اللي هي دي حوالين زد واحد، فده يديني الزاوية اللي هي سيتا اتنين. كده يبقى احنا طلعنا ال دي اتش بارامترز لينك واحد ولينك اتنين. خلاص ده بس مجرد تمرين على ان احنا ازاي بنطلع على البارامترز دي، وبعدين هنبتدي نشوف بعد كده في الجزء التاني اللي هنتكلم عنه دلوقتي ان احنا ازاي اصلا بنحط الكوردينيت سيستمز. طيب مجرد ما احنا طلعنا البارامترز اللي احنا عملناها، هنيجي نعوض بقى في الماتريكس اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي دي ايه، نرجع ورا اللي هي دي، هنيجي نعوض في الماتريكس دي بالبارامتر اللي احنا طلعناهم، فنطلع اي واحد واي اتنين واي تلاته واي اربعه اند سو اون. احنا طبعا بالنسبه لنا في المثال اللي فات هنطلع اي واحد زيرو واي اتنين واحد بس، اللي هم نعوض في الماتريكس دي تعويض مباشر اهو، يبقى طلعنا اي واحد، يبقى اي واحد اللي هي ايه، اي واحد زيرو يعني، و2 اللي هي عباره عن ايه، 2 1 بالتعويض المباشر في الماتريكس، وبعدين في الاخر نضرب الاثنين في بعض فيديني تي 2 0، يبقى كده انا بوصف الاحتساب 2 بالنسبه لاحتساب 0. وخد بالك الاحتساب 2 اللي هي دي اللي هي بتمثل نهايه المانيبيوليتور اللي هي الاند افكتور، واحتساب 0 اللي هي الفيكسد كوردينيتس، يبقى انا كده كاني وصفت البوزيشن والاورينتيشن بتاع الاند افكتور بتاع المانيبيوليتور بالنسبه للفيكسد كوردينيتس، وده كده بالنسبه لنا يبقى هو ايه حل المساله بتاعت الفورورد كينماتكس، لان هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، احنا ازاي نوصف البوزيشن والاورينتيشن بتاع الاند فيكتور بالنسبه للفيكسد كوردينيتس. طيب يبقى احنا كده ايه، احنا كده اتكلمنا على الجزء الثاني من الموضوع، ان ازاي بعد ما حطيت الفريمز اطلع دي اتش بارامترز، وبعدين احسب منها الترانسفورميشن ماتريكس، وبعدين في الاخر اضربهم في بعض علشان اوصف البوزيشن والاورينتيشن بتاع الاند فيكتور. انما الجزء اللي قبل كده اللي هو ايه، ازاي انا بحط الفريمز دي، ازاي بحط الفريمز. طيب زي ما احنا قلنا ان احنا الفكره اللي احنا قلناها ان احنا بنحاول ان احنا نوصف اي فريم بالنسبه لفريم اخر عن طريق الاربعه بيزك ترانسفورميشنز، عشان ده يحصل محتاجين الفريمز لما نيجي نحطها لازم تحقق الشرطين دول، لازم لما نيجي نعمل اساينمنت للفريمز، يعني لما نيجي نحط كوردينيت سيستمز عند كل جوينت او عند كل لينك، محتاجين ان احنا نحقق الشرطين دول، احنا مقيدين بحاجتين لازم يتحققوا، لازم يتحققوا عشان اقدر اقول ان انا هقدر اوصف كل فريم بالنسبه اللي قبله بالاربعه بيزك روتيشنز. ايه هم الشرطين دول؟ ان الاكسس المحور اكس اي يكون عمودي على زد اي ماينس 1، يعني هنا ده مجرد مثال، فمثلا على سبيل المثال اكس 1 لازم يكون عمودي على زد 0، هو طبعا اكس 1 لازم يكون عمودي على زد 1، ومش كده بس، لو يكون كمان عمودي على زد اللي قبله، يبقى كاني لما اجي اختار محور اكس، لما اجي احط محور اكس على كل مانيبيوليتور
كل اكس يبقى عمودي على الزد بتاعته وزد اللي قبله كمان، يبقى اكس 2 تكون عمودية على زد 2 وزد 1، اكس 5 تكون عمودية قطعا على زد 5 وكمان على ايه زد اللي قبلها اللي هي زد 4. يبقى ده اول شرط احنا محتاجينه. الشرط الثاني ان الاكسس اكس اي يتقاطع مع الزد اللي قبله، فمثلا اكس 1 احنا اتفقنا ان اكس 1 عمودية على زد 1 وزد اللي قبلها، وكمان تتقاطع مع زد اللي قبلها، تتقاطع مع زد اللي قبلها، فده هيخلينا نقدر نمثل اي فريم سيستم بالنسبه لقبله عن طريق الاربعه بيزك روتيشنز. طيب هنعمل الخطوات بتاعت الحكايه دي، هنعمل ايه؟ اول حاجه نختار الجوينت اكسس اللي هو محور زد، يبقى هنيجي المانيبيليتور نحط الجوينت اكسس على كل المانيبيليتورز اللي هو محور زد، نخلصه وبعد كده نحط محور اكس. طيب هنحط المانيبيليتورز دي ازاي؟ هنحط زد الجوينت اكسس ده ازاي؟ محور زد بنحطه فين؟ بنحطه حوالين الاكشويشن لاين بتاع جوينت اي بلس 1 فور فريم 0 تو ان ماينس 1 لكل الفريمز من 0 لحد ان ماينس 1. فلو انا عندي احتمالين ان الجوينت بتاعتي ممكن تبقى ريفوليوت او بريزماتيك، يبقى لو الجوينت جوينت واحد مثلا ريفوليوت يبقى بحط هنا ايه زد 0، يبقى عند اول جوينت بحط زد 0، عند تاني جوينت بحط ايه زد 1، عند تالت جوينت بحط زد 3 وهكذا. يبقى عند كل جوينت بحط محور اكس، ده اللي هو محور الدوران لو كانت الجوينت بتاعتي ريفوليوت، او محور الحركه الخطيه لو كانت الجوينت بتاعتي بريزماتيك. طيب كده احنا هيتبقى لنا اخر حاجه اللي هو بتاع الاند افكتور، احطه ازاي؟ احنا قلنا عند جوينت واحد بحط زيرو اللي هو زد زيرو، عند جوينت اتنين بحط زد واحد، عند جوينت تلاته بحط زد اتنين. هيبقى لنا اخر فريم اللي احنا بنحطه في الاخر خالص اللي هو ده عند مين؟ عند الاند افكتور، عند الاند افكتور. يعني مثلا هنا عند اول جوينت حطينا زد زيرو، عند تاني جوينت حطينا زد واحد، عند جوينت رقم تلاته حطينا زد اتنين. طب هنا في الاخر خالص عند الاند افكتور زد تلاته دي بنحطها ازاي؟ لان خلاص مبقاش عندي جوينت هنا، مفيش هنا جوينت عشان احط لها محور زد، لكن انا محتاج ان انا احط حاجه عند الاند افكتور لان انا عايز اوصفه هو، مش كده؟ فاخر واحده بحطه ازاي؟ ده اختياري. ناخد بالنا ان موضوع الدي اتش بارامترز في يعني بعض الاختيارات عشان كده ممكن تطلع الفريم اللي احنا بنحطها مش كلنا زي بعض، لكن طبعا الحل احد الحلول السهله ان احنا نختار ايه؟ نختار ده زي اللي قبله على طول عشان ده هيريحني في الجدول لما اجي اطلع الدي اتش بارامترز. يبقى انا مثلا اللي قبله كان كده، كان في الاتجاه ده، يبقى اخر واحد اخده زيه في نفس الاتجاه بالظبط. طيب ادي اول خطوه ان انا حطيت الجوينت اكسس. الخطوه الثانيه ان انا احدد الفريم اللي حطيت الاوريجين بتاع الانيرشيا فريم او الفيكسد فريم. يعني خلاص انا حطيت زد 0 زد 1 زد 2 زد 3، ابتدي احط اشوف الاوريجين فين بتاع البيز فريم. الاوريجين بختاره فين؟ بختاره في اي نقطه على محور زد 0، على محور زد 0. طبعا بختاره عادة فين؟ بختاره في ال يعني في أب يعني في اخر نقطة بتاعت الفيكسد فريم، بحيث تبين لي لما اجي اطلع بارامترز تبين لي طول اللينك الاولاني اللي هنا اهو. وبعد كده هتبقى عندي اكس 0 واي 0، احطهم ازاي؟ احطهم بشكل اختياري، لكن هنأجل اكس 0 دي لحد ما نجيب اكس 1 واكس 2 واكس 3 عشان نختار اكس 0 بشكل مريح بالنسبة ل اكس 1 سهل علينا في الجدول بعد كده. الخطوة الثالثة نبتدي نحط ايه؟ نحط المحاور اللي هي محور اكس من اكس 1 لحد اكس ان، لحد اكس ان. احنا زي ما اتفقنا قلنا ان محور اكس بناخده ازاي؟ محور اكس عمودي على زد بتاعته وزد اللي قبله، وكمان بيتقاطع مع زد اللي قبله، بيتقاطع مع زد اللي قبله. طيب الحكاية دي هيبقى عندنا كده ثلاث احتمالات، لان دلوقتي انا عايز محور اكس يكون عمودي على زد بتاعته وزد اللي قبله، فانا كده عندي ثلاث احتمالات ان زد وزد اللي قبلها ممكن يبقوا في مبقوش في مستوى واحد، يعني مثلا واحد في الصفحه والتاني عمود على الصفحه، يبقى ده كده ايه؟ ما هو ماشي كوبلانر. ده الاحتمال الاولاني. الاحتمال الثاني ان هم يكونوا متقاطعين. الاحتمال الثالث ان هم يكونوا متوازيين. يبقى في الحاله دي بختار محور اكس اي ازاي؟ تعال نشوف الثلاث احتمالات دول.
يبقى ده الاحتمال الاولاني، ان محور زد اي وزد اي ماينس 1 الزد اللي قبله ما هماش في نفس المستوى. في الحاله دي بختار ايه؟ في الحاله دي هيبقى في عندي عمود واحد مشترك ما بينهم، عمود واحد مشترك ما بين زد اي وزد اي ماينس 1. يبقى في الحاله دي بختار اكس اي في اتجاه العمود المشترك ده، العمود المشترك. وفي الحاله دي هيبقى الاحداثيات او اي، يعني مثلا احداثيات اكس، احداثيات 2 عباره عن ايه؟ تقاطع اكس 2 مع زد 2. فادي الرسم هنا توضح اهو، ادي محور زد اي ماينس 1 ومحور زد اي مش في نفس المستوى هما الاثنين، ففي عمود واحد مشترك عليهم باخده، فهو ده في اتجاه محور اكس، وتقاطع اكس اي مع زد اي النقطه دي يديني احداثيات اي. الاحتمال الثاني ان زد اي وزد اي ماينس 1 يكونوا متوازيين، يبقى في الحاله دي العمود المشترك ما بين الاثنين عدد لا نهائي، فبختار اي واحد، فبختار خلاص اي خط عمود مشترك بينهم هينفع معانا، هينفع معانا بالنسبه لنا ايه. لكن طبعا في اختيار سهل بالنسبه لنا. ايه الاختيار السهل ده؟ يعني في اختيار ممكن يسهل علينا الحل واحنا بنحل المساله، ان انا اخد اكس اي في اتجاه العمود المشترك بتاع اللي بيتقاطع مع او اللي بيمر ب او اي ماينس 1، او اي ماينس 1. يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي زد اي ماينس 1 اهو، وزد اي اللي هو المحور ده، فاحنا قلنا خلاص اي عمود مشترك هينفع يبقى محور اكس اي. لكن لو انا خدت اكس اي بيمر بالاوريجين اللي هو اي ماينس 1، ده هيريحني في الجدول، ده هيريحني بعد كده في الجدول، لانه هيطلع لي الاوفست اللي هي المسافه دي اي اللي احنا اتكلمنا عنها في دي اتش بارامترز، هيطلعها لي بصفر. لكن سي مثلا لو انا خدت اكس اي في الاتجاه ده، يعني فوقيها بشويه هنا اهو، فاجيب هنا اكس اي من فوق مثلا هنا، هنا هينفع برضه، هينفع لان هو بيحقق كل الشروط مش كده. لكن في الحاله دي هيطلع لي مسافه زياده في الجدول لما اجي اطلع دي اتش بارامترز، فهيخلي عندي فيه حسابات اكتر. طيب الحاجه الثالثه او الاحتمال الثالث ان زد اي وزد اي ماينس 1 يكونوا متقاطعين، يبقى في الحاله دي خلاص يبقى انا بختار اكس اي هو العمودي عليهم هما الاثنين، عمودي على المستوى اللي بيضم زد اي ماينس 1 وزد اي. اطبق قاعده الايد اليمنى وصباعي اللي هو الابهام بيمثل زد اي ماينس 1، وصباع السبابه بيمثل زد اي، فكده الصباع الوسطى هيديني اتجاه محور اكس اي. فهنا مثلا على سبيل المثال لو احنا طبقنا في المثال ده، ادي زد زيرو، ادي زد واحد، فدول مالهم؟ لما نيجي نبص عليهم دول كده متقاطعين، الواحد فيهم راسي والتاني عمودي على الصفحه. يبقى انا اجي اشوف محور اكس ازاي؟ بطبق قاعده الايد اليمنى فيديني اتجاه محور اكس واحد بالشكل ده. طيب زد واحد وزد اتنين هلاقي ان دول متوازيين، فاخد اكس اتنين اخدها ازاي؟ اي خط عمود مشترك احنا زي ما قلنا هينفع مش كده؟ هينفع. لكن لو احنا خدناه بيمر بالاوريجين اللي هو ده، يعني الخط بيمر بالاوريجين، فده هيريحني بعد كده في الجدول، يبقى انا اخد هنا اكس 2 في الاتجاه ده. نفس الكلام زد 2 وزد 3 متوازيين، يبقى اي عمود مشترك عليهم هينفع. لكن لو انا خدت اكس 3 يمر بالاوريجين او 2، ده هيريحني في الجدول، فناخد اكس 3 في الاتجاه اللي هو قدامنا. الحاجه الاخيره ان احنا نحط محور واي اي عن طريق قاعده الايد اليمنى، واي اي مش هيأثر معانا او مش يعني مش هنحتاجه واحنا بنطلع دي اتش بارامترز، احنا كل اعتمادنا على محور زد ومحور اكس فقط. لكن لو احنا حابين نحطه نحطه، وممكن حتى عشان نبقى احنا ايه متخيلين وضع الفريمز بالنسبه لبعض ازاي عشان ما نغلطش، هنستخدم قاعده الايد اليمنى. بعد ما حطينا الفريم سيستمز نبتدي نطلع الدي اتش بارامترز بالشكل اللي احنا قلنا عليه. يعني كده هنوصل لل الجزء الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضره. بعد كده حطينا الفريم سيستم، بعد كده نبتدي نطلع الدي اتش بارامترز ونعوض فيه الماتريكس النهائيه، وفي الاخر نضرب الماتريسز دي في بعض فيديني توصيف البوزيشن اورينتيشن بتاع الاند فيكتور بالنسبه لفيكسد فريمز. فلو احنا جينا بصينا على هنا المثال اللي احنا واخدينه بعد ما حطينا الفريم سيستمز، لو جينا بصينا طلعنا البارامترز الدي اتش بارامترز للينك 1 و2 و3، هيطلع لي الحاجات اللي احنا قدامنا في الجدول دي. فدي هسيبها لك اكسرسايز، فكر فيها، طبق القاعده واحده واحده وامشي مع كل واحد فيهم وشوف هتوصل فعلا للحاجات دي ولا لا. يعني انت ممكن حتى تداري الجدول ده خالص، بص على الروبوت مانيبيليتور وبص على القاعده اللي هنا دي وابتدي املي الجدول بنفسك وشوف هتوصل لنفس الحاجات اللي هنا ولا لا. ولو ما وصلتش خلاص احنا ممكن ايه نتناقش في الجزئيه دي. وده هنا برضو مثال تاني
هسيبه لك فكر فيه، ونبقى ايه ان شاء الله نتناقش فيه لو فيه اي اشكاليه. بعد ما نخلص خالص ونطلع الدي اتش بارامترز، نبتدي نجيب الترانسفورميشن ماتريسيز بالتعويض المباشر في الماتريس اللي احنا قلنا عليها دي، وبعدين نضرب كل الماتريسيز اللي احنا طلعناهم بالترتيب في بعض، فيديني ده يوصف لي البوزيشن اورينتيشن بتاع الاند فيكتور بالنسبه للفيكسد فريمز. بكده ان شاء الله تكون المحاضره انتهت، خدنا فكره ان احنا ايه القواعد اللي احنا نحط بيها الفريم سيستمز عند كل لينك، وبعدين ازاي بنطلع الدي اتش بارامترز، وبعدين في الاخر بنعوض في الماتريكس النهائيه اللي احنا قلنا عليها، ونضرب الماتريسيز في بعض فيوصف لي البوزيشن والاورينتيشن بتاع الاند افكتور. الموضوع ممكن يبان في اوله في بعض الصعوبات، ده شيء طبيعي عشان الموضوع يعني ممكن يبقى جديد علينا، لكن بالوقت والحل بتاع التمارين والتفكير في الخطوات هنلاقي الموضوع ان شاء الله بالوقت هيبقى سهل وبسيط جدا. ان شاء الله المحاضره الجايه برضه هنكمل على الموضوع ده، هناخد امثله متعدده على تطبيق الفورورد كيناماتكس بحيث ان الموضوع يثبت ان شاء الله. لو في اي اسئله طبعا ممكن نسيب اي تعليق في الفيديو او نبعت مباشره باي وسيله، وان شاء الله في المره اللي بعديها اجاوبكم على الاسئله دي ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.